من جانبها أعربت كبير مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان نيل حجار عن شكرها لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على المساعي الطيبة لتعزيز السلام في السودان. وأكدت أن الأمم المتحدة على استعداد دائم للتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم كل الجهود التي تصب في مصلحة إيقاف الحرب. لقد دخلت الحرب في السودان عامها الثاني، ولا يمكننا أن نسمح باستمرارها لفترة أطول. فالمعاناة اليومية للشعب من مخاطر الحرب تحتم علينا جميعا أن نبذل كل جهد مستطاع لإيقافها وإعادة الأمن والاطمئنان إلى هذا البلد والسير به على طريق الازدهار والتطور. في الختام، يشرفني أن أنقل إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا تهاني السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على مساعيها الطيبة لترقية السلام في السودان، كما أتقدم من كافة المشاركين بتحياته وتشجيعه لهم بإنجاح هذه الفرصة السانحة لجمع شمل السودانيين وبناء مستقبلهم في كنف الإخاء والتضامن. وأشكركم جزيل الشكر على كرم الإصغاء.